معرض جميل جدا، يعني منتجات عالية جدا وشيك، يعني حاجة أنا فخر بلدنا. يعني أنا أول مرة أشوف معرض زي كده، منتجات الصابون والكلام دوت، بس بجد حاجة جميلة جدا. لا الأسعار جميلة جدا، يعني نوعا ما يعني معقولة شوية. لا حاجة مشرفة طبعا، حاجة كويسة وواجهة حلوة لمصر طبعا، الجودة عالية 10 يعني كويسة، حاجة مشرفة يعني.